نعم، يعني موضوع الانتخابات الخاص لإقليم كردستان في كركوك تحديدا تسري بشكل جدا إيجابي وانسيابية بشكل جدا عالية. لغاية هذه اللحظة لا توجد توقفات في الأجهزة من أجل الانتخاب والإدلاء بأصواتهم. جاءت القوات الأمنية هنا في كركوك ليدلون بأصواتهم، وتشاهدون الآن من خلف مجموعة من القوات الأمنية وهم يلتقطون صورة تذكارية لهذا اليوم. إضافة إن مدينة كركوك يوجد فيها يعني مركز انتخابي واحد وواقع محطتين لغاية هذه اللحظة، لكن توزعت المراكز في عموم أيضا محافظات عراقية أخرى، يعني كصلاح الدين، كواسط، كبغداد، وأيضا الأنبار ونينوى وأربيل والسليمانية ودهوك. هذه المراكز تضم الكثير من المحطات، ومن أجل التصويت الخاص لغاية هذه اللحظة الأمور جيدة، والمراقبين الكيانات السياسية لم يسجلوا لغاية هذه اللحظة أي خرق في موضوع الانتخاب أو موضوع سريان الانتخابات داخل المراكز الانتخابية. كركوك استطاعت أيضا من ناحية الأمنية انتشار أمني واضح لموضوع الحفاظ على الأمن والحفاظ على المراكز الانتخابية الموجودة في عموم العراق وفي كركوك أيضا تحديدا. قوات الجيش العراقي شاركت في هذا الموضوع، وباقي صنوف القوات الأمنية أيضا شاركت في حماية المراكز الانتخابية. الموضوع ما يخص توزيع المراكز الانتخابية في عموم العراق، نأتي بداية من محافظة دهوك تضم 33 مركزا انتخابيا و142 محطة. أربيل والتي هي يعني تحتضن المراكز الأكبر بواقع 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية. نأتي للسليمانية 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع. نأتي إلى حلبجة مركز انتخابي واحد 3 محطات. بغداد الرصافة مركز انتخابي واحد و3 محطات. نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات لغاية هذه اللحظة. كركوك كما تحدث سابقا مركز انتخابي واحد، وهو في وسط مدينة كركوك ومحطتين. ديالى مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة. الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة. بغداد الكرخ يعني مركزين انتخابيين و8 محطات اقتراع. واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع. يعني بدأت أيضا عملية الانتخاب منذ الساعة 7 صباحا وتنتهي بالساعة 6 مساء، وهناك يعني مشاركة من قبل مفوضية الانتخابات التي هي الاتحادية، هي المرة الأولى التي تشارك فيها في موضوع إجراء الانتخابات ومراقبتها. هناك أيضا شبكات أخرى شاركت في موضوع مراقبة انتخابات إقليم كردستان لتكون بشكل إيجابي لغاية هذه اللحظة. طيب، لغاية هذه اللحظة ما الذي تقوله استطلاعات الرأي؟ أي توقعات حول نتائج هذه الانتخابات حيدر؟ يعني على الصعيد المراكز الانتخابية في عموم العراق هناك مشاركة فعلية من قبل القوات الأمنية، هناك يعني إقبال من قبل القوات الأمنية. في هذا المركز تحديدا هناك 488 يعني من يدلوا بأصواتهم من القوات الأمنية. لغاية الآن عبر نصف المشاركين في موضوع، والآن الساعة يعني لم تصل 12 ظهرا، شاركوا نصف هؤلاء في هذا المركز وأدلوا بأصواتهم. هذا يدل أن هناك مشاركة واضحة، هناك استقبال لموضوع التغيير، والحملات الانتخابية أيضا كانت تحمل صفة كبيرة من موضوع أنه التغيير وأيضا إعادة الإعمار والحديث عن موضوع التغييرات الكبيرة ما يخص موضوع الرواتب، العلاقات ما بين أربيل وبغداد. هذه كل المشاكل سوف تحل من خلال حكومة جديدة، برلمان جديد، وهنا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي واليكتي يبحثان عن توافقات من أجل حل الأزمة السياسية الموجودة. إضافة حتى المعارضين لغاية هذه اللحظة أيضا يدعمون موضوع المشاركة ويدعمون موضوع قضية أن يذهب المواطنون وحتى التصويت الخاص أن يذهبون إلى مراكز الاقتراع لأدلاء بأصواتهم. موضوع الانتخابات موضوع حتمي ويجب أن يكون ضروري يعني في هذه يعني في إقليم كردستان تحديدا. إقليم كردستان لديه مشاكل سياسية كثيرة ما بين بغداد وما بين الأحزاب ما بين المعارضة، فهي الانتخابات هو الفيصل في هذا الموضوع. نعم، ملفات كثيرة كما حضرتك ذكرت حيدر،
يعني تنعكس أو تؤثر على هذه الانتخابات ومسارها. أشكرك جزيل الشكر، بالتأكيد سنتابع أول بأول هذا مسار الانتخابات ولغاية يوم الأحد. جزيل الشكر لك. من كركوك حيدر عودة مراسل يوم، شكرا جزيلا لك.